رجع المبارك باسمه وباسم أعضاء الغرفة التجارية نتقدم بالتهنئة والتبريكات لأبو الشوارب للبصريات ونتمنى له إن شاء الله التوفيق والنجاح. وهذه إضافة نوعية على محافظة تركرم. إحنا الحمد لله معروف عن محافظة تركرم في البصريات ممتاز، في وضع ممتاز جدا الحمد لله، نتمنى التطور أكثر وأكثر. وبلا شك هذه المراكز بتعزز في جلب المتسوقين لهذه المحافظة وتحريك العجلة الاقتصادية بلا شك، وكله يتكامل مع بعضه في جميع القطاعات. وإحنا إن شاء الله كغرفة التجارة التركيز الأهم عندنا في الوقت الراهن التركيز على الموضوع الصناعي والزراعي، ونعزز الصناعة في منطقتنا ونعزز كذلك الزراعة في هذه المنطقة، ونعمل ورشات تثقيفية مع الإخوة في وزارة الزراعة وبقية الجمعيات والغرف الزراعية والاتحاد المزارعين كذلك لتطوير الموضوع الزراعي في هذه المحافظة، وكيفية توجيه المزارعين إيش يزرعوا وإيش الأمور اللي ممكن تكون مجدية وقابلة للتصدير بنفس الوقت. وكذلك إحنا في الموضوع الصناعي في هنالك إنا زيارة قريبة إن شاء الله لتركيا، في هنالك عمل توأمي مع غرفة تجارة كونيا أكبر مدينة صناعية في تركيا بلا شك، وكان الهدف منها إحنا ركزنا إن نعمل توأمي بالتحديد مع هذه المدينة على أساس هذه الخبرات الموجودة عندهم في الصناعة التركية ننقلها لمنطقتنا ونكون منطقة إن شاء الله مصنعة بخبرات سواء مشتركة بينه وبين الأتراك أو نكسب الخبرات من عندهم بشكل عام إن شاء الله. طبعا إحنا بنعرف الأوضاع الاقتصادية هنالك فيه تراجع، والموضوع هو إقليمي وعالمي وليس فقط عندنا، ولكن إحنا طبعا مش ساكتين، بنحاول كل جهد وكل استطاعة إن شاء الله لنخفف على أبناء شعبنا ونحرك العجلة الاقتصادية بشكل عام. إن شاء الله بيكون المستقبل واعد للجميع، نتمنى التوفيق للجميع. باسمي وباسم أخوتي وعائلتي أبو الشوارب بنشكر كل من ساهمنا وشاركنا في حفلنا في الافتتاح، وإن شاء الله بنكون على حسن ظنكم إن شاء الله. إحنا بنبارك لآل أبو الشوارب هذا الافتتاح الجديد، وهو مش غريب عنهم جميعا، يعني دائما في خدمة البلد، وإن شاء الله بتكون نظراتهم أحلى نظرات. افتتاح الحمد لله مركز أبو الشوارب للبصريات، طبعا أبو الشوارب سريت بقدم كافة الخدمات الطبية والنظرات الطبية والنظرات الشمسية وفحص نظر. هو طبعا قبل ما يكون مركز إشي تجاري يعني هو مركز طبي ونقدم فيه كافة الأشياء الطبية، عندنا أحدث الموديلات من النظرات الطبية والشمسية وأحدث الأجهزة لفحص النظر وعدسات اللاصقة، وإن شاء الله هيك كلكم تكونوا مبسوطين وهيك في عروض حلوة يعني بأول مناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا.